ولنقاش ملف لقاء ممثلة البعثة الأممية في العراق جينين بلاسهارت مع رئيس هيئة الحشد وسط الانتقادات الشعبية للبعثة الأممية بالانحياز للرؤية الحكومية، ينضم إلينا لنقاش هذا الملف عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أهلا بكم سيدي. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أستاذ نظير، كيف يفسر لقاء بلاسهارت مع الفياض في بغداد في الوقت الذي تتهم فيه الميليشيات بقتل وإخفاء الناشطين والمتظاهرين؟ يعني الحقيقة يوما بعد يوم تثبت هذه المنظمة الأممية بأنها منظمة منحازة للأنظمة الحاكمة، يعني فيما يخص الشأن العراقي. فلم نلاحظ من هذه المنظمة والممثلة بهذه المرأة بلاسهارت أي موقف هو لصالح الجماهير العراقية أو للمتظاهرين الذين خرجوا بصدورهم العارية أمام هذا النظام الدموي. وعكس ذلك كانت إحاطاتها التي تقدمها من إلى الأمم المتحدة في غالبها هي عرض لوجهة النظر الحكومية ومحاولة لتبرئة هؤلاء من دماء التي سقطت في ساحات التظاهر. وإلا ما هو التفسير بأن تلتقي بشخصية مثل فالح الفياض الذي كان أحد أو يعني من أوائل الشخصيات التي خرجت تتكلم بشيء يعني ضد المتظاهرين في أول خروجهم في حزيران عام 2019، وخرج مهددا لهذه الجماهير المنتفضة. ومع ذلك يعني جينين بلاسهارت لا تجد حرجا من أن تجلس معه لتناقش قضايا تخص الشعب العراقي وتخص الدولة العراقية. يرى ناشطون ومتظاهرون بأن البعثة الأممية منحازة للعملية السياسية الحالية، ما تداعيات هذا اللقاء على مصداقية الأمم المتحدة في العراق وصيرورة التحقيقات للكشف عن قتلة المتظاهرين؟ طبعا هذا الموقف الذي تتخذه بلاسهارت يعني ليس خافيا على الشعب العراقي، وقد عبر عن ذلك في يعني مناسبات عديدة، واتهم هذه المنظمة الدولية ويعني مسؤولتها في العراق بانحياز الحكومة. يعني هذا الأمر لم يكن خافي. وأنا أظن يعني الله يعني أظن أن يعني موقف بلاسهارت هو ترجمة للمواقف الأمريكية التي لا تريد أن تضحي بهذا النظام السياسي رغم الفشل الذي يعني رافق هذه العملية السياسية منذ 2003 ولحد الآن، لأن الطعن بهذه العملية السياسية يعني الطعن بما جاء به الاحتلال الأمريكي إلى العراق. وبالتالي تجد أن الأمم المتحدة ما هي إلا واجهة من واجهات الولايات المتحدة في يعني تمضية مشروعها السياسي في العراق. لذلك هناك علاقة وثيقة ما بين هذا النظام وما بين منظمة الأمم المتحدة. هل هذا يعني أستاذ نظير أن المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة يدعم خيار استمرار العملية السياسية الحالية ويقف في وجه التغيير الذي يطالب به الشعب؟ نعم هذا واضح. يعني ماذا تنتظرين من أن الشعب العراقي في تظاهراته وصل به الأمر إلى أن رفع أعلام الأمم المتحدة في ساحات التظاهر؟ كل هذا لكي تنحاز الأمم المتحدة لطموحات وأمال الشعب العراقي، ومع ذلك لم نجد هناك موقف مساند للشعب العراقي. نعم. وطموحاته في يعني تنفيذ عملية سياسية ونظام سياسي يكون لصالح الشعب. يعني موقف الأمم المتحدة كان موقف مخزي في بداية الأمر حين خروج المتظاهرين، كانوا يأملون من الأمم المتحدة أن تكون هي المنصف لهم وهي من تقف بصفهم، لكن الآن وصل الشعب العراقي إلى مرحلة بأنه فقد ثقته بهذه المنظمة الأممية. نعم. وهذا الأمر لم يحدث فقط في العراق، يعني حضرتك يعني أنت رأيت ماذا حصل في سوريا وكيف كان موقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إليها، وما حدث أيضا في اليمن والمبعوث الأممي إلى اليمن، وكذلك في ليبيا. لم يكن دور الأمم المتحدة في أي دولة من الدول التي أوضاعها تتشابه مع الوضع العراقي
كان يعني موقف حسن لصالح الشعوب، انما دائما مع الانظمه الدكتاتوريه ومع الانظمه القمعيه نعم. بالضد من مصالح الشعوب. سنعود لهذه النقطه حول الدور الاممي في العراق، لكن قبل ذلك نتابع المتغير الزمني، بما ان اجتماع بلاسهارت مع الفياض جاء فقط بعد ايام قليله من تهديدات ميليشيات مسلحه للبعثه الامميه في العراق. الى اي مدى يؤكد تجاهل البعثة الأممية لخطر الميليشيات وسلاحها المنفلت على العراق والبعثات الدولية والعراقيين ككل لتجلس وتتحاور معهم؟ يعني أنا لا أستبعد أن هذه الجلسة ربما هي ليل الأذرع، يعني هذه الميليشيات وصلت من الوقاحة بأنها لا تهدد الجماهير العراقية فقط، إنما تفرض إرادتها على منظمات دولية، وهذا يعني شيء معيب في حق المجتمع الدولي أن تكون هناك منظمات وجماعات مسلحة إرهابية تفرض رؤيتها على يعني ممثلة الأمين العام في العراق، وهذا يعني دليل على أن هذه المنظمة لا دور حقيقي لها في العراق، وليست هي قادرة على تفعيل شيء هو يخدم المصالح العراقية. هذا الأمر وكأن الأمور تمضي بقوة السلاح، من يمتلك السلاح ويمتلك القوة هو من يستطيع فرض إرادته، وهذا يعني نحن نعيش في يعني سياسة الغاب بهالشكل، يعني الجميع يحمل سلاحه ويفرض رؤيته بالقوة. أستاذ نظير، شكلت شخصية ممثلة البعثة الأممية جدلا كبيرا منذ انطلاق ثورة تشرين بإحاطاتها التي كانت تصف فيها المتظاهرين بأنهم غير سلميين، وقبلها أيضا كوزير الدفاع في هولندا أين ارتكبت القوات الهولندية مجزرة في قضاء الحويجة مع قوات التحالف الدولي. ما مدى إمكانية التعويل على شخصية أممية للمساهمة في بناء الحلول في العراق بهذا الماضي القريب والبعيد؟ طبعا بالتأكيد لا يساهم مثل هذه الشخصيات في إرساء السلام أو نصرة الشعوب، وانا اعتقد اختيار شخصيا مثل بلاسهارت لكي تكون ممثله الامين العام المتحده في العراق هو لم ياتي عن اعتبار انما هناك دراسه كافيه لتاريخها. هذه المراه كانت منذ 2012 الى حتى 2017 كانت وزيره للدفاع في هولندا. في تلك الفتره وبالتحديد عام 2015 ارتكبت القوات الهولنديه مجزره في مدينه الموصل والحويجه، ووصل الأمر بأن افتضح هذا الشيء بحيث أقرت الحكومة الهولندية بتلك المجزرة، ومع ذلك يختارون مثل هذه الوزيرة التي هي مشتركة في هذه الجريمة بحكم منصبها، مع ذلك تجدها تتواجد في العراق كيعني ممثلة للأمم المتحدة ويفترض بها أن تكون مناصرة للشعب العراقي. الحقيقة أن هذه المرأة هي كانت متعاونة بالأساس مع هذا النظام السياسي ومع هؤلاء المجرمين الموجودين في بغداد بالأساس منذ سنوات عديدة، لذلك هي ربما تكمل مهمتها بهذا المنصب الجديد. شكرا كممثلة جزيلا لكم. للأمم المتحدة في العراق. شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.